Audio Jungle. تخيل ان في انسان هوايته تكون جمع الرؤوس البشريه. طبعا القصه دي حقيقيه يا جماعه، وكان في فعلا ضابط بالجيش البريطاني هوايته جمع الرؤوس البشريه. بس قبل ما نتكلم عن موضوع حلقه النهارده، يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشتركه في القناه بتاعتنا، ويلا بينا. هنتكلم عن حب اقتران الاشياء، ودي صفه بتميز البشر على مدار التاريخ. فالبعض كان بيهوي جمع العملات النقدية، والبعض الآخر بيهوي مثلا اقتناء طوابع البريد، وفي ناس تانية مثلا بتهوي جمع أدوات الصيد. بس هوارشي وجورتن ضابط بالجيش البريطاني ده كان هوايته غريبة ومرعبة. فالضابط ده كان أحد قادة الاحتلال البريطاني في نيوزيلندا عام 1860، وتمثلت هوايته المرعبة في قتل المدنيين من قبيلة الماوري، ثم قطع رؤوسهم والاحتفاظ بها. عام 1895 التقطت صورة مفزعة لجوردن وخلف رؤوس معلقة على الحائط لأفراد من قبيلة الماوري بعد خطفهم وتعليق رؤوسهم على الحائط، إذ أبدى جوردن اهتمام بعلم الأجناس فضلا عن كونه رساما. بيقولوا ان جوردن جمع حوالي 1200 رأس ثم باعها للمتحف الامريكي عام 1895، وكان متصور وراء الرؤوس الفزعة في صورة تفتقد الانسانية في ابسط صورها. طبعا يا جماعة الهواية دي مفزعة جدا، مش عارف ازاي انسان يكون عنده الهواية الفظيعة دي. بس يا ريت يا جماعة بقى تدعموني بلايك وفولو.